أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا مزارة جديدة، الأخت إيمان من الصومال. خلونا نرحب فيها. أهلا وسهلا فيك يا أخت إيمان. مرحبا جان، كيفك؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أهلين. أختي إيمان، نحن ببداية الحلقة طبعا متعودين بطاقة تعريفية للضيف يعرف عن نفسه، إذا تسمح تفضل. طيب، أنا اسمي إيمان، عايشة بالولايات المتحدة، تقريبا بولاية شمالية بالولايات المتحدة. أنا طالبة بالجامعة، بدرس، عم حضر الماجستير، عشت بالخليج أوائل عمري تقريبا. أنا أصلي صومالي بس عشت بالخليج بعد الحرب الصومالية. بعدين إجينا على سوريا تقريبا ببدايات ال 2000 2001 تقريبا، مشان هيك لهجتي سورية يعني. للأسف اللهجة السورية شوي مفهومة، يعني أظن يا باب الحارة كتير يعني، عمل مجهود كتير منيح. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك يا أختي إيمان. طيب إيمان، يا ريت تحدثينا عن نشأتك الدينية، تأثير الوسط اللي كان موجود اللي عشت فيه، كيف طفولتك مع الديانة، كيف مرحلة الوعي، خلينا نقول أول ما تترك الطفولة تدخلي في المراهقة، كيف كان شكل الدين عندك، كيف تعلمتي الدين، كيف أخذتي، إذا بتحكي لنا عن، وخذي وقتك مثل ما بقولوا، وخذي راحتك بالكلام. طيب، أنا تقريبا يعني كنت من يعني أهلي كانوا صوماليين، بس أنا كنت من مواليد الخليج، بالتحديد الإمارات. فأهلي كانوا ناس سلفيين، بس ما كانوا كل هالقد متشددين، يعني فيني أقول عنهم إنه كانوا شوي متحررين. أمي كانت يعني امرأة بتعتمد على حالها، بتشتغل، يعني أهلي كانوا كتير متحررين من ناحية إنه هن كانوا متدينين بس مو متعصبين يعني، بس كانوا سلفيين. وكمان يعني ربتني قريبتي اللي كانت عايشة معنا، كانت عازبة بقى، كانت عايشة معنا، كانت كتير متدينة يعني، هي اللي تقريبا ثقفتني وقرت لي كل الكتب الأساسية يعني. أنا من يوم ما كان عمري تقريبا 8 سنين كانت تقرأ لي سيرة ابن هشام، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وتفسير القرآن، تفسير ابن كثير، و يعني كتير كتب دينية. وكمان كانت تقرأ لي قصص الأنبياء لطارق السويدان، كنا بنسمع أشرطته. بقى كنت يعني هيك ترعرعت شوي بالمذهب السني السلفي، وكنت يعني بتساءل كطفلة يعني إنه بعض الأطفال بيكون عندهم تساؤلات بريئة شوي تقريبا، أكثر من ما عندهم هالفهم للدين، يعني انه في شغلات مسلمات ما فيك تتعرض لها. فانا كنت بسال اسئله بتضحك احيانا لقريبتي. كانت تنحرج، بس كانت تجاوبني، ما كانت بتقول لي يعني ما راح اجاوبك، بس كانت تجاوبني، بس الاجوبه طبعا ما كانت مقنعه. طيب يعني وين وصلتي بمرحلة التدين؟ ما خلينا نقول لما تركت الطفولة وجيتي على المراهقة، كيف كان التدين عامل بالنسبة لك؟ أنا بقول إنه لما كان تقريبا عمري 13 سنة، يعني رحنا على سوريا بأوائل الألفينات، بس أنا ما كنت متدينة أبدا. يعني حسيت إنه لما الواحد بيكون عايش بالخليج بيكون في مدونات، مو مدونات يعني على الانترنت، بيكون في منشورات وهيك شغلات يعني بتخلي الواحد شوي يشمئز من الدين تقريبا، يعني حجاب الفتاة والذئاب البشرية ومنشورات يعني بتخوف عن الشباب والبنات، وكيف انه الواحد لازم يحمي حاله وهيك شغلات. يعني كانت كتير شغلات بتنفر المراهق عن الدين. فكنت تقريبا صرت علمانية بهالسن، يعني ما حبيت الدين أبدا، وكنت بقرأ
نجيب محفوظ، بيرة طه حسين. كنت كتير يعني طفلة انطوائية بقى، كنت بروح على المكتبة كتير وبقرا شغلات كلاسيكية والفلسفة وهيك شغلات، يعني ابتعدت عن الدين تقريبا ابتعاد فيني أقول كلي. بس طبعا ما كنت بعرف شي عن الإلحاد أو إنه الواحد يترك الدين أو إنه الواحد فيه يترك الإسلام. بقى كنت بقول لحالي إنه بالنسبة إلي تقريبا، مع إنه كان عندي أصدقاء مسيحيين بسوريا، بس بالنسبة إلي الدين المسيحي ما كان كتير منطقي. بقول إنه شغلة ال قبل ما نصل لهالمرحلة هي أها إيمان، يعني كيف بدأتي بالشك؟ يعني مثلا كلنا أطفال مثلا بيكون من المسلمات اللي بيقولوا له أهله، أول ما بوع بالدنيا بصير بفكر مثل ما قلتي، صرت شو هي الشيء اللي خلاكي تبدأي تشكي بالدين؟ يعني غير إنه في المنفرات من مراهقين ولا غير مراهقين ولا هالناس الفلتانة هي، يعني الأشياء المنطقية مثلا شو لقيتي في الدين؟ مثلا الصلاة، الصيام كانت مثلا ثقيلة عليكي ولا كان في أشياء غير منطقية بالصيام؟ خلينا نقول حتى حطت البذرة الأولى بالشك. تفضلي. أنا أقول البذرة الأولى اللي حطت الشك بقلبي تقريبا كانت، يعني ما كانت بسن المراهقة، كانت بسن الطفولة. كان عمري تقريبا 9 سنين، وكانت عمتي عم تقرأ لي عن السيرة، ووصلنا للمعركة يعني بين النبي وبنو النضير، وبعدها يعني النبي اتخذ صفية كسبية له، صفية أهدت له بني كسبية. قريظة هذول، بني قريظة ولا بنو النضير؟ بني قريظة، الصفية من بني قريظة. فكرتها من بنو النضير. المهم يعني كان في كتير مجازر، بنو قينقاع، بنو النضير، وبنو هو قريظة. محمد بخربط العالم كله ببعضه. يا وكمان يعني انه بيكون قتل ابوها قبل كم سنة، وبعدين بيكون قتل جوزها بنفس المعركة. نفس، ما ما هو قبل كم سنة، بنفس النهار، بنفس النهار دخل عليها. كمان قتل جوزها، وبعدين اهدي يعني صفية اهديت له، وبعدين عطاها الخيار انه شو رأيك تتجوزيني، وبعدين يعني مهرك بيكون حريتك تقريبا. أها. ما بتذكر تفاصيل القصة، بس القصة هي القصة شككتني، وسألت عمتي قلت لها انه كيف بيكون عندها، يعني ما عندها الخيار انه تختار انه تتجوزه ولا لا، انت فيك تختاري واحد يعني قتل اهلك يعني بالظهر، طبعا بدك تصيري زوجته بدل ما تكوني الأمة. بقى عمتي قالت لا، وانه هذا رسول الله، وانه طبعا ربي شرح قلبه للإسلام، وكل هالأعذار الواهية يعني اللي ما بتفوت على العقل. بقى كنت كتير بشك بهالشيء، انه تصرفات محمد هي اللي أثرت فيني بقول أكتر من أي شيء تاني، لأنه حسيت التصرفات لا أخلاقية. يعني بحس انه محمد مشان يكون يعني مشان نحن نكون خير أمة أخرجت للناس، وإنه هو يكون أحسن بني آدم يعني خلق، لازم يكون عنده أخلاق مثالية، بس حسيت إنه أخلاقي أحسن من أخلاقه. هذا الشيء كتير شككني بالدين، بقى المنطق الأخلاقي تبع الدين شككني بالدين. للأسف محمد قلب الأخلاق رأسا على عقب، يعني المهم يعني سواء كتب على السيء جيد وعلى الجيد سيء، وعليك أن تصدق. للأسف بقوة السيف الناس صدقت وأصبح تراث. يعني طيب أختي إيمان، يعني انت كيف وصلت لليقين الدين وقت اليقين انتهى الدين خرافة؟ كيف وصلت لهالمرحلة هي؟ المشكلة إنه أنا أخذ مني وقت كتير لحتى أوصل لهالمرحلة. يعني كنت تقريبا قلت لك إنه أنا كنت تقريبا كمراهقة ما كنت بؤمن بأنه في دين واحد صحيح أو هيك شيء، يعني مع هيك كنت يعني ثابتة على الدين الإسلامي، كنت بعتبر حالي مسلمة، يعني مسلمة ياس، بس كنت بحاول أكون علمانية، إنه نحن كمسلمين يعني فينا نكون مسلمين، بس فينا كمان نجار العصر، يعني مو ضروري نتخلف عن الناس.
بس تقريبا ضليت على بهالمرحلة لحتى يعني اجينا على امريكا، وبعد هيك يعني فتت على الجامعة، ولبينا ما حتى تخرجت من الجامعة. تقريبا انا اقتنعت انه ما بي ما انه الدين الاسلامي ما بينفعني. تقريبا السنة الماضية انا بكون جديدة شوي على الدينية. جديدة على الإلحاد. Yes. يا ستي أهلا وسهلا فيك في عالم الإلحاد مثل ما بقولوا، وعالم شكرا المبارك شكرا لك تحررك من هالقيود. كانت بصراحة هي مكبلة مو بس للإنسان، مكبلة لكل شيء في هذه الحياة، يعني واقفة ضد كل شيء في هذه الحياة. طيب فكرتي شيء مثل وقت وصلتي انه هل دين هذا وكذا هذا، هل فكرتي انه تعتنقي ديانه اخرى مثلا المسيحيه؟ هلا اغلب المسلمين الذين لا يبحثون يعتنقون المسيحيه يعني، فانت فكرتي شيء تعتنقي ديانه اخرى؟ ابدا لا. انه فكرت تقريبا لمدة أسبوع أو أسبوعين بالدين البهائي ورحت على معبد بهائي عنا هون، معبد صغير، بس ما اقتنعت يعني. حسيته الناس كتير مثاليين، يعني ناس حبابين وقلبهم شرح وبيتقبلوا الآخر، بس ما الشغلة إنه يكون عندي دين بعد ما تركت الإسلام كان شوي شيء صعب. ما والمسيحية واليهودية بقول إنه كانوا كتير بعاد عني، لأنه بعرف عنهم شغلات كتير وعايشة مع ناس كتير مسيحيين متدينين، يعني بعرفهم بالجامعة وهيك شيء. بس العقيدة المسيحية حسيتها إنه مو كتير بعيدة يعني عن العقيدة الإسلامية، ما اقتنعت بهالشيء ابدا. ما فكرت يعني اصير مسيحيه او يهوديه، بس فكرت يعني لمده قصيره انك تصير بهائيه. طب ليش فكرتي انه مثلا هلا عرفتي الدين خرافه، الدين الاسلامي خلينا نقول خرافه، ليش فكرتي بالبهائيه؟ يعني ليش فكرتي تروحي حتى للفتره القصيره هاي تفضلي؟ بهالفتره كنت تقريبا لساتني مسلمه يعني، بس قررت اني ابحث اكثر، بس ما كنت يعني لا دينية، كنت شوي يعني لساتني بالإسلام كان عم يحتضر جواتي، بس لسه يعني كان في إسلام. بقيت لحالي شو هو الدين اللي تقريبا بيحتضن الأديان ويعني بيتقبل الإنسان الآخر وما عنده هالعنصر، مو عنصرية يعني، قصدي ما عنده يعني يعني الشخص الجروب اللي بيكون in group أو group، ما بتذكر كيف اقوله بالعربي، بس ما بيكون في يعني نحن وهن تقريبا. عشان هيك بس حسيتهم شوي مثاليين يعني، ما مو كتير واقعيين. اعزائي اصدقائي، يعني انا بتمنى ترسلون اسئلتكم تحت الفيديو، وطبعا تحت الفيديو في كمان سكايب، انا بتمنى ان انا راح افتح سكاي بعد شوي كمان لمداخلاتكم واسئلتكم. خلونا طيب اختي ايمان، حاولت شيء تجهري بالحرب بالناس؟ انا ما بقدر اعطيك لاصدقائك المقربين مثلا اهلك، تفضل. انه انا ما عندي شيء يعني انه ضد الالحاد او انه فكره انه يعني يكون ملحده، بس بحب أقول عن حالي لا دينية لأنه ما بؤمن بالأديان، بس كمان ما بؤمن بالرب بتعريفه الديني، يعني ما بؤمن بهالشيء. نفس الوقت ما بنكر نهائيا يعني وجود الرب، بقى عندي هاي الشغلة يعني شوي لا هيك ولا هيك تقريبا. بس تقريبا من بعد ما صرت يعني تركت الدين الإسلامي وتركت الدين تقريبا، صرت أخبر يعني إخواتي وأصدقائي المقربين، تقريبا كلهم مسلمين، بس أصدقائي الاثنين المقربين مسلمين، واحدة منهم كتير متدينة بس إنسانة شوي متفتحة يعني كتير وبتتقبل الآخر، يعني هي قالت إنه والله يعني بشوف يعني كيف عم بتفكري، وعلى طول كنت بعرف إنه كان في شكوك جواتك يعني أنا كنت بتوقع هذا الشيء.
يعني هي توقعت انه انا اترك الدين الاسلامي، وهذا شيء غريب لانه المسلمين تقريبا ما بيتوقعوا هالشيء. صحيح. صديقتي الثانيه تقريبا هي مو متدينه ابدا، يعني مسلمه بس علمانيه فيك تقول، فهي تقبلتني دغري ما علقت ولا شيء، واخي كان ردة فعله بالضحك يعني هيك جمد بمكانه اوكي وخلاص يعني ما رد لا يعني ردود بالضحك يعني تقريبا. هي بصراحة ان مشكلة المسلم انه فاكر الدنيا كلها الاسلام، يعني فاكر اللي حواليه كلها من خلال الاسلام، لما بيشوف شيء ينقض الاسلام. وطبعا هذا جاي من الخوف من السيف المتوارث عبر القرون، ولما بيشوف فكر غير فكر الاسلامي في ناس يعني كانها لا تسمع، يعني المخ يجمد عندهم بهذا التفكير. مع انه اخي يعني انسان دارس علوم طبيعه ويعني كثير مثقف فيني اقول، بس هو يعني انه فيني احط حالي محلهم. يعني قبل سنتين او ثلاثه يعني لو حدا يجي لعندي يقول لي انا والله خلاص ما عدت مسلمه، يعني هذا شيء شوي صعب فيني اتفهم ليش هيك ردت فعلهم. وكمان صديقتي المقربه اللي قلت لك عنها انه هي شوي متدينه، يعني هي شوي خافت علي، يعني خوفها ما كان من المجتمع او يعني خوف دنيوي، هي بتخاف على اخرتي تقريبا. هو الشيء محمد خوف الناس بيسال، يعني جهنم اقرع الثعبان الاقرع والثعبان الاصلع والثعبان الشعار. يعني انا لما بيقولوا الثعبان اقرع، طيب في ثعبان الشعر يعني جماعه في واحد ما شعراني. يا ستي طيب ايمان، يعني انا انت كصوماليه كيف بتشوفي هلا، يعني هلا بدي اطلع شوي من الاسئله اللي بعتت اياها بشوي، كيف بتشوفي وضع المراه الصوماليه؟ كيف بتشوف الصومال؟ انا بصراحه يعني كان عندي صديقه صوماليه كنا ندرس سوا اللغة الإنجليزية بالكوليج، هاي من 10 سنين أكثر من 10 سنين. مرة قبل ما ندخل الصف عم استنى المعلمة حتى تجي، أحس أشعر بأنه حرام. ليش؟ ليش حرام؟ صراحة يعني أنا انصدمت، يعني شو أنا يعني ليش أنت فرحان يعني؟ بالضبط ما بعرف، يعني ليه تحدثيني عن وضع المرأة الصومالية؟ كيف بتشوفي الصومال؟ كيف بتشوفي المرأة الصومالية بالتحديد؟ تفضلي. طبعاً الوضع المرأة يعني الصومالية تقريباً بيتعلق بأهلها، إذا أهلها متعلمين، إذا أهلها مو متعلمين، إذا أهلها كتير متدينين. تقريبا بتعرف وضع المرأة الشرقية تقريبا كله متعلق بالأهل وخاصة الأب، يعني بحس إنه في تفاوت يعني بالوضع. يعني بتلاقي هون عنا طبعا الصوماليين اللي عايشين بأمريكا مو متدينين أو متعصبين قد الصوماليين اللي عايشين بإنجلترا example، إنه بحس الصوماليين اللي عايشين ببريطانيا كتير متعصبين، بس انه الوضع المرأة الصومالية طبعا وضع الدولة يعني مو مشكلة هالقد، وما في قانون بيحمي حقوق المرأة او الصومال، وما في يعني تنمية اقتصادية، يعني في حرب وما في امان كتير. وبتعرف مثل وضع المرأة السورية، يعني ما وضعها لما قبل الحرب وبعد الحرب شيء مختلف، فتقريبا هيك يعني صار الوضع كتير متدني للمرأة، بقول إنه صعب. للأسف مش يعني الحروب بتساوي البلاوي. طيب يعني برأيك شو أهمية الإجهار بالإلحاد خصوصي في هالوقت هذا يعني بالنسبة للمرأة؟ خلينا نقول يعني خارج العالم الإسلامي. أيه،
مثلهم ما عليهم خطأ، مثلا اللي بأوروبا بأمريكا بهم راجعين، هم يقولوا ايش الحاضر، دعوا نقول كلمة يا جماعة نحن موجودين، بما انه يعني بالنسبة ل شو رأيك انت؟ انه بحس انه power is in numbers، يعني بحس انه قوة الانسان او قدرته انه يغير المجتمع بيكون اذا في كتير ناس يعني اجهروا او اعلنوا مبدأ ما، يعني لو في 1000 2000 شخص بمدينة معينة بيقولوا انه نحنا يا جماعة ملحدين، صعب الدولة او المنطقة اللي عايشين فيها انه يتحاكموا او يتعرضوا لأي قانون جزائي، صعب كتير. بس لو واحد منا يعني قول في دولة يعني مو دولة غربية، بتكون دولة عربية تقريبا، اجهر بالإلحاد، وتقريبا قول بالسعودية لو يعني في جماعات طلعوا، مو شخص واحد او شخصين، يعني ألوف الناس طلعوا واجهروا بالإلحاد، صعب انه الدولة تعاقبهم اكثر من شخص او شخصين. بقول انه أهمية الجهر بالإلحاد هو انه نخلي هاي الشغلة عادية، يعني ما مو شغلة يتحكم عليها الإنسان أو يعاقب عليها، يعني من ناحية القانونية بحس إنه هذا الشيء كتير مهم. أكيد وخاصة نحن اللي عايشين بالدول الغربية اللي صعب نتعرض لأي محاكمة أو عقوبة، يعني مهم كتير إنه نحن نفتح الباب ونبدأ. بالضبط ولذلك هالبرنامج موجود، وأنا متأكد برامج كتير ناس راح تعمل، وناس بلشت تحكي، يعني ناس ما بقت تخاف، مسألة الخوف انتهت، يعني وهو عصر العلم، يعني ما بقى في أي مجال إنه تتردد الناس، يعني أظن حتى يعني حتى اللي جوا في ناس كتير شجعان وصاروا يحكوا ويثبتوا. وأنا الشيء اللي حفزني إنه إجي على البرنامج تبعك هو حلقة ميساء اللي من الإمارات، فيها الحلقة شجعتني، وشي كمان إنه من الجزائر، ويعني قلت لحالي إنه أنا عايشة بعيلة يعني نوعاً ما مو كتير متزمتة، يعني وبنفس الوقت ما في خطر على حياتي لأنه عايشة بأمريكا، يعني ليش ما أجهر؟ وبعرف إنه ما في صورة، يعني ما جهرت بالصورة، بس في أسباب خاصة لهالشي. ولا يهمك، يعني بصراحة أنا أرحب بك وأرحب بكل الأصدقاء اللي بيحبوا يجهروا، يا جماعة خلونا نجهر وخلونا نوصل صوتنا للناس، ومثل ما بقولوا يعني إذا نحن ما حركنا صعب يتحرك، إذا ما غيرنا صعب نحن جينا، نحن أهل التغيير، فكرنا مجنون وبدنا نطلع. لا طبعا كتير مهم، بحس انه وكمان في راحة نفسية بتجي مع الجهر، الواحد بيحس حاله صادق مع نفسه تقريبا. انا لساتي ما خبرت امي ولا ابي تقريبا انه انا تركت الاسلام، بس مع الوقت شوي شوي عم خبر الناس اللي قريبين مني، يعني مو ضروري انك خلاص يعني تجهر كليا، فيك تجهر بخطوة بخطوة، يعني بعدين هيك بيكون عندك القدرة انك تجهر كليا، يعني فيك تجهر جزئيا بالبداية لأصدقائك، للناس المقربين منك، للناس اللي بتحس انه فيهم عند، يعني فيك تقلهم عن اعتقادك الديني، بعدين فيك تجهر كليا. بالضبط يعني صراحة في طرق كثيرة الإنسان يجهر، يعني مثلا واحد يقول والدي ووالدتي ما بدي أزعلهم ولا شيء، مو شرط تقول لهم ها أنا ملحد قدامهم غير ملحد، من كثرة الأسئلة هن نفسهم يشوفوا، يعني بدون ما تزعجهم أصلا، يعني أو حتى لو ما شكوا يعني بيتفهموك. بالضبط يعني حتى إذا ما إذا 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 هن ما شكوا بدينهم بيتفهموك.
لأنه على طول كنت يعني كمراهقة كنت بسأل أهلي الأسئلة الصعبة تقريبا، يعني لحتى وأنا كنت مسلمة لساتني، بس كنت بسأل شوي أسئلة صعبة لهم عقائدية يعني. وهذا حقك يعني، هذا حق لكل إنسان شخص إنه يسأل. يعني بصراحة أنا هو البوصلة التي تفهم الحقيقة للأشياء. طيب أختي مان، لازم يتعاونوا الموحدين المتكلمين باللغة العربية، خلينا نقول يعني متواجدين بشمال افريقيا، حتى الناس تفهم وتعرف شو معنى الالحاد، لان الناس والله ما بتعرف. بحس انه اهم سلاح عنا هلا، يعني ما بدي اقول سلاح بس اهم شيء عنا فينا نستخدمه هو الانترنت. يعني بقول انه بشجع كل الناس اللي مو مؤمنين او تركوا الدين او ملحدين انه يوزعوا، يعني انه ينشروا الروابط اللي تخبر شو هو الالحاد او اللادينيه، وكمان ينشروا الشغلات اللي بتقهر اللي الدين عملوا فينا. يعني تقريبا هلا الشيء اللي عم بيصير بالدوله الاسلاميه بسوريا تقريبا، او هي الشغلات بتساعد انه الشخص يفكر، يعني انا عم بتبع الدين الصح ولا لا، انا شو عم بعمل، يعني انا عم بفكر ولا انا ديني مثل دين هدول الناس اللي عم يعملوا كل هالمجازر والشغلات اللا اخلاقيه اللي عم بتصير. يعني بحس انه الانترنت اهم شيء بايدنا تقريبا، انه ننشر شو هو الالحاد، شو هي اللادينيه، وشو هي العلمانيه. يعني انا ما بقول لكل الناس يعني او روح اترك دينك، بس المهم انك تكون انسان واعي وتفهم انه الدين اللي اجى من القرن السابع تقريبا ما بيصلح للقرن الواحد والعشرين. يعني العلمانية بحس انه كتير مهمة كمان، يعني حتى لو كنت مسلم كن علمانيا، يعني مو بالضرورة تكون مسلم متشدد. ما عم بسمعك. ما عم بسمعك جان. هلا عم تسمعيني هيك؟ لا سمعتك. تمام. انا اسف. لا عادي. كنت عم بقول انه الدين الاسلامي بحد ذاته يعني هو صعب يعني يتقبل العلمانية بذاته، يعني الدين الاسلامي مقصي لكل شيء غيره، يعني طبعا مستحيل يتقبل العلمانية. طبعا. ما في عندي سؤال هون بيقول، يعني انت بتريدي الناس الموجودين خصوصي هال الموجودين عندنا، الناس الفقراء، الناس اللي ما بيعرفوا عن دينهم شيء، تريديهم يفهموا انه دينهم خرافه؟ وكيف ممكن نوصل لهم هالفكره هي انه نفهمهم انه دينهم خرافه؟ تفضلي. طبعا انه بحس انه المهم انك توصل لهم هالفكرة بشكل محترم ولبق، يعني تكون متعاطف مع الإيمان اللي عندهم، يعني ما تكون دج، يعني بتحكي معهم بطريقة مستفزة أو طريقة يعني هيك بتحس انه هن أقل يعني ثقافة أو هيك شيء. فيك تقلهم يعني تسألهم أسئلة بسيطة، يعني مثلا أنا السؤال اللي بسأله لبعض الناس انه إذا الشخص، يعني في آية بتقول لا إكراه في الدين، طيب وكمان في حديث بيقول كل مولود يولد على الفطرة، طيب الشخص اللي ولد مسلم ما عنده هالخيار، ليش ما عنده هالخيار اللي عند الإنسان اللي ولد مسيحي وبده يأسلم for example؟ إنه في شغلات شوي يعني أسئلة بسيطة فيك تسألهم للشخص بدون ما تتهكم يعني اعتقاده أو دينه، يعني فيك تسأله أسئلة بسيطة، يعني في شو رأيك إنه لما يصير في حرب بين المسلمين وغير المسلمين، يعني الناس النساء الغير مسلمات يصيروا سبايا مثلاً،
ترجع العبودية، لأنه هذا الشيء اللي عم بيقوله الدين. بقى فيك تسألهم أسئلة بسيطة وغير يعني جارحة. طبعا انا هلا فتحت السكايب، اذا في احد من الاصدقاء بريد مداخله او اسئله يا ريت تتصلوا فينا على السكايب، ومشكورين يعني بتزيدوا الحلقه مثل ما بقولوا، تغنوا الحلقه بافكاركم بارائكم باسئلتكم. في عندي بس تمام، خلينا نشوف السؤال. في حسان على يمكن عم تقول شكرا واهلا وسهلا، وبتمنى تصلوا فينا، يعني انا بتمنى تصلوا فينا وتشاركونا بارائكم. طيب شو بتقولي للناس اللي مترددين انه يجهروا بالحد الايمان؟ شو بتقولي لهم؟ تفضل. انا بقول انه للناس المترددين يعني بقول انه شوف شو احوالك بالاول، يعني اذا انت عايش ببلد مثلا يعني ممكن تواجه يعني قضاء ومحاكم مثلا السعوديه، يعني ما بقول انه للشخص اللي عايش بالسعوديه اجهر بالحادك، اجهر بميبي علمانيتك وبعدين يعني فيك تجهر بإلحادك شوي شوي. بس مثلا إذا أنت عايش ببلد غربي وعندك يعني فيك تعتمد على حالك ماديا، مثلا بتشتغل وفيك تعيش لحالك، يعني إذا أهلك يعني مثلا عاقبوك إنه يطردوك أو يتبروا منك، يعني تقيم هذا الشيء، تقيم ردة فعل الناس اللي حواليك مثلا، وبنفس الوقت يعني تحاول تقاوم الخوف. يعني كلياتنا بنخاف نصير ضد التيار، بنخاف انه يعني نغضب اهالينا او نسألون، يعني هذا شيء صعب، بس فيك تتجاوز هالصعوبات لانه في ناس عم ينقتلوا لانه عم يجهروا بالالحاد. يعني هي الناس اللي عم ينسجنوا ينقتلوا، اشرف فياض مثلا، مع انه هو ما اجهر، بس يعني لمجرد انه عنده فكر غير عن الفكر المقبول، يعني كان يتعرض لمحاكمة جزائية. بقى انه نتعاطف مع الناس اللي ظروفهم اصعب منا، وبنفس الوقت نقيم حالتنا الاجتماعية والمادية يعني اذا بتسمح لنا، بس بالاخير لازم تتحدى الخوف. بكل تأكيد. طيب ايمان، يعني صراحة الصاير بالشرق الأوسط، يعني نحن بنقدر نقول خبيصة أو مسلطة صاير، يعني فلان عم بيحارب فلان وفلان عم بيحارب فلان وفلان، يعني صراحة شيء مخزي إنه نشوف الوضع بلادنا بهالوضعية. برأيك شو السبب اللي الناس جيني هالجنه هيك؟ يعني انا بعرف ما ضمن الاسئله، بس بدي رايك الشخصي. تفضلي. لا عادي، بحس انه المشاكل اللي عم بتصير، انه بحس انه المشكله الجذريه هي الاسلام. يعني ما فينا نكون ناس، يعني ما فينا ننكر انه الاسلام له دور كبير بهالشيء اللي عم بيصير. مثلا انتشار الوهابيه، يعني الصومال ما كانت دوله يعني كلها ملتزمه قبل الحرب، بس صار في تصدير للوهابية من قبل يعني الناس اللي في السعودية، مو الناس اللي في السعودية، يعني المملكة يعني هي اللي كانت عم تصدر هالشيء، كانت عم تصدر الوهابية لكل دول العالم تقريبا. والشيء الثاني انه الإسلام السياسي صار عم بيزيد شوي شوي من الثمانينات لهلا، فبحس انه هذا اللي عم بيصير هلا هو صادر عن الإسلام السياسي. إنه وكمان يعني فينا نقول إنه الإسلام كله إسلام سياسي، ما فيك تقول في إسلام سياسي وفي إسلام غير سياسي، لأنه الإسلام بيكون طريقة حياة وقوانين وشريعة، يعني بحس إنه ما في فرق تقريبا بين الإسلام والإسلام السياسي. الإسلام السياسي هو الإسلام الصح برأيي، بالضبط، هو الإسلام الحقيقي. بالضبط، يعني الإسلام هو دين وسياسة، يعني مستحيل يكون دون سياسة، يعني للأسف.
ودين دين همجي يعني، ودين همجي بصراحة يعني. لما تحط الهمجية مع السياسة تكون سياسة همجية. طبعا طبعا. إيمان، أنت بتشوفي إنه الوضع يعني هلا مثلا اللي عم نشوفه صراع سني شيعة بصراحة، ما هو أكثر من صراع سنة وشيعة. بتشوفي هذا، ما بتشوفي إنه جذور الصراع الموجود حاليا بين السنة والشيعة والعلويين، وهل هالطوائف هي عم تتحارب كلها بعضها؟ بتشوفي مثلي مثلا إنه جذورها من أيام صدر الإسلام، مثلا من وقت توفى محمد وبلش علي وأبو بكر يتصارعوا على السلطة؟ طبعا طبعا، لأنه لولا هالصراع ما كان في عنا سنة وشيعة أصلا من أساسه. يعني صراع الصحابة على الحكم بعد النبي هو الشيء اللي سبب إنه يكون في سنة وشيعة، لأنه أهل البيت مع الشيعة، الشيعة مع أهل البيت، والسنة مع الخلفاء الراشدين. يعني ما فينا ننكر هذا الشيء. وبنفس الوقت يعني إنه ما كان في يعني رسم واضح يعني محمد بقول لحالي انه هو قاد الصحابة والناس اللي حواليه لما كان عايش، بس ما فكر كتير بشو راح يصير فيهم بعد ما ماتوا. وهي مشكلة كبيرة، لانه وكمان ما في توضيح يعني مين ممكن يكون حاكم. يعني في آية بتحكي عن الشورى، بس غير هيك ما في يعني طريق واضح للسلطة. يعني كيف بدها تكون السلطة، أو كيف بدنا يعني نختار الخليفة، أو يعني بيكون وراثة مثل الأمويين، ولا بيكون يعني اختيار، ولا بيكون يعني كيف بده يجي الحكم. ما في طريق واضح لهالشيء، وهذا الشيء أثر فينا لليوم، لأنه ما في يعني طريق واضح للحكم، ما في. وبنفس الوقت ما لهم متقبلين، الدول العربية والإسلامية ما لهم متقبلين ياخذوا ال يعني الموديل الغربي، إنه يكون في ديمقراطية ويكون في يمكن ملكية، بس الملكية بتكون بشكل شكلي، يعني مو ما عندها القدرة إنه تتحكم بالحكم. بس ما عندنا يعني الإسلام شرع كل شيء ما عدا الحكم. للأسف هو محمد يعني ما أصلاً كان يهمه الشيء بصراحة، غير بعد موته ما بيهمه. حياته بعد ممكن ما بيهمه أصلاً. يعني سألوه إنه متى تقوم الساعة، فهو ما كان بيهم بهالصدد هذا، إنه بعد موته إنه يفكر شو بده يصير بالناس، كيف الحكم، هالأشياء هذه. يعني سألوه إنه إمتى قيام الساعة، قال لهم إذا شبه الصبي هذا صار بال40 يعني منيح، يعني اكيد هذاك الوقت من الساعه. فما كان عنده يعني، كان مهم بالنسبه له حياته يكون ملك على دوله والناس تأتمر بامره، وهي هي يعني، ما كان يهمه شيء ثاني غير النساء والسلطه يعني، للاسف. الشيء الغريب انه الدين الاسلامي بيتحكم باقل الشغلات بحياتنا. يعني شو بدك تلبس، يعني لما تطلع من الباب باي رجل بدك تطلع من الباب، وشو بدك تقول لما تفوت على الحمام مثلا. بالضبط بالضبط. يعني كيف شو طبيعة الحكم بالاسلام. يعني في آية بتقول الشورى، يعني بتحكي عن الشورى، بس ما في تفاصيل الحديث. وانت بتعرف القرآن مجرد هيك ما في كتير تفاصيل. صحيح صحيح صحيح. طيب إيمان، كيف بتشوفي أنت مستقبل الملحدين بالشرق الأوسط؟ يعني المستقبل القريب، خلينا كيف بتشوفيه، كيف النظرة عندك؟ يعني اليوم مثلا من 10 سنين ما كنا نسمع شيء اسمه ملحد، يعني كان بدايات على الإنترنت، كان بدايات مثلا منتدى الملحدين العرب، بس حاليا إذا دخلنا على النت يعني بنشوفها مثل ثورة عم تطلع. شو على شو بتدل بالنسبة لك؟ كيف شو هي شو هو المستقبل؟ شو هي نظرتك للمستقبل؟ هل الظاهرة هي لوين رايحة؟ تفضلي. أنا عندي نظرتين، واحدة بالنسبة للإلحاد أو ترك الإسلام، واحدة بالنسبة للإسلام. أنا ما كتير متفائلة بالنسبة للإسلام، يعني إنه الإسلام يصير تقريبا يعني دين عبادي
مثل المسيحية تقريبا، يعني مو بعض المسيحيين طبعا متشددين، بس غالبية المسيحيين. يعني أنا ما بظن إنه الإسلام رح يصير دين عبادي أو دين يعني هيك دين متعاطف مع الآخرين، ما بحس إنه هذا الشيء رح يصير. بس بالنسبة للإلحاد أو المسلمين اللي عم يتركوا الإسلام، إيمان خلينا بنقطة هاي، ليش أنت حاسة الإحساس؟ ليش بتحسي إنه ما راح يصير دين عبادي مثلا؟ في صوفية مثلا ممكن تبقى، يعني رأيك ليش ما راح يصل لهالمرحلة هاي؟ تفضل. لأنه بحس إنه المسيحيين اللي أنا عايشة معهم والمسيحيين اللي بشوفهم، ما بعرف إذا المسيحيين، ما كنت بعرف كتير مسيحيين لما كنت عايشة بالدول العربية، بس المسيحيين اللي عايشة معهم هلأ تقريبا ما كتير بيعرفوا عن دينهم، مثل ما أنا بحس إنه كتير المسلمين بيعرفوا عن دينهم على فكرة. يعني بحسهم كتير منهم بيعرفوا شو بيشوفوا الآيات وبيشوفوا الأحاديث، ومع هيك بيتقبلوا هذا الشيء. هذا الشيء اللي عم بيخليني متشائمة، يعني لأنه المسيحي، أو لو قلت له يعني إنه في يعني بالكتاب العهد القديم في إنه أسطورة بتقول إنه الناس راح يصيروا عبيد للناس اليهود يعني بالآخر الزمن، بس ما بتحس إن ما بتشوف إنه في كتير ناس بيعرفوا عن هذا الشيء أو بيؤمنوا بهذا الشيء. يعني بتلاقي حتى ناس يهود ما بيؤمنوا بهذا الشيء، بس المسلمين بيؤمنوا إيمان تام بالقرآن والحديث. هي هي المشكلة، إنه ما بيفرقوا بين الأسطورة أو الشيء الرمزي وعن الشيء يعني الملموس. ما بيعتبروا القرآن يعني رمزي، بيعتبروه كلام الله ولازم يتبع بحذافيره. بحس إنه يمكن بالمستقبل، يعني يمكن يكون في ناس بيقولوا هذا الشيء، بس ما بعرف شو رح يصير بهالناس. صراحة أنا يعني أنا أظن يعني إذا تبقى شيء من الإسلام هو عن قريب راح ينتهي. إذا تبقى شيء احتمال يكون من الصوفية، وأنا أستبعد ذلك، يعني احتمال، بس احتمال كتير بسيط بالنسبة لي. طيب تفضلي وجهة نظرتك حول الملحدين. تفضل. لا عادي أبدا. لا أنا كتير متفائلة بالنسبة للإلحاد، مو بس الإلحاد، أنا كتير متفائلة إنه في ناس كتير رح يعني بما إنه رح يكون في الإنترنت، كتير ساعد ناس إنه تتخلى عن الأفكار الهمجية والأفكار الدينية بغالبيتها. بس بحس إنه رح يكون في تقريبا خلال حياتي أو حياتك رح يكون في تقريبا كتير ناس ملحدين بالشرق الأوسط وشمال افريقيا او الصومال. بحس انه فيك راح يكون في كثير، راح يكون في حتى لو ما في يعني تقبل، راح يكون في معايشه يعني للناس لبعضها، ما راح يكون في عقاب او محاكمه، او يعني ما راح يكون في العقاب الموجود هلا. بحس انه في كثير ناس راح تلحد وراح تكون الارقام بتزايد، فأنا كتير مبسوطة من هالشي، بتوقع الأحسن للإلحاد، بس للإسلام no. بصراحة يعني بصراحة الإيمان، يعني عندك تقولي بحياتي وحياتك، أنا متأكد 10 سنين تانية الإسلام سوف ينهار كما انهار الاتحاد السوفيتي، لأنه يعني ما هو دين، ما خلينا ما هو دين، يعني الإسلام سياسة، يعني ايديولوجيه سياسيه فاشيه كما كان الايديولوجيه الشيوعيه، خلينا نقول يعني راح تسقط بشكل علني وبشكل استعراضي. انا يعني متاكد من هالشيء هذا، يعني الاسلام السياسي راح ينهار، ممكن يبقى شيء من الصوفيه تنهار في مراحل اخرى يعني. اما بالنسبه للالحاد، يعني الالحاد كيف بدي اوصف لك اياه؟ صراحة أنا أشوف على الفيسبوك يعني ملحد يدخل على صفحة فيسبوك خلال 6 7 شهور بتلاقي صار مسلم، يدخل على صفحات الإلحادية الفيسبوكية بعد 6 7 شهور بتلاقي بدأ بالشك، بدأ بالتساؤل، بدأ يطرح أسئلة حقيقية على نفسه، وبعد فترة قصيرة بتلاقي ألحد، يعني خلال سنة بتكون حياته كلها تغيرت. فأنا كتير متفائل بمسألة ترك الناس للدين هذا، ومسألة فهم الناس بصراحة.
شو رأيك أنت؟ تفضلي. لا أنا طبعا معك بهذا الشيء، ما فيني أقول 10 سنين، أنا ما بحب أتفائل كثير، بس بحس إنه هذا الشيء راح يكون الواقع، يعني تقريبا بأقل من 30 سنة أو 40 سنة تقريبا راح يكون هذا هو الواقع، لأنه 6 شهر لحتى، يعني قريت كثير مقالات مجتمع من مجلس المسلمين السابقين بشمال أمريكا، كنت بقرأ لهم مقالات، ويعني كيف مرحلة كيف مروا بهالمرحلة، وشوي شوي حاجز الخوف من العذاب تقريبا وقع، يعني ما عاد فيه الحاجز. بعدين قلت لحالي إنه أنت يعني ما دام إنك مالك خايفة من جهنم، يعني مثل ما كنت خايفة، يعني شو اللي بيخليكي مسلمة؟ وبعدين قلت ولا شيء، وبعدين انتهى هذا الاعتقاد الديني. يا أنا متفائلة من هالناحية. بالضبط، وأنا أحييك على التفاؤل هذا بصراحة، وأدعو لكل الشباب الملحدين إنه يا جماعة الوقت وقتنا إنه نفهم الناس الوضع اللي عايشين فيه، مرحلة الانحطاط اللي عايشين فيها، اللي دمرتنا ودمرت حياتنا ودمرت مستقبلنا ودمرت كل شيء فينا بصراحة، ودمرت إنسانيتنا للأسف، وجعلتنا أضحوكة قدام الناس. طيب إيمان، يعني كلمة أخيرة بتقوليها لكل الناس، للملحدين وغير الملحدين، شو بتقوليها؟ تفضلي. بقولهم إنه أهم شيء بالحياة إنه هي حياتنا، يعني نحن ما كنا موجودين من قبل، وما رح نكون موجودين بعد ما نموت، فأهم شيء إنك تعمل قد ما بتقدر، يعني تعمل للناس، تعمل لنفسك قد ما بتقدر، يعني بهالحياة القصيرة، يعني وما في داعي إنك تخسر حياتك أو سنين عمرك وأنت عم تتبع أسطورة ألفها شي شخص قبل 1400 سنة أو 2000 سنة، يعني ليش عم تخسر حياتك بهذا الشيء؟ فأتحرر من هذا الشيء، اتركه، وحاول تكون أحسن إنسان ممكن. بالضبط، وأنا أضم صوتي لصوتك، وأنا بتمنى من كل الناس تبدأ بالتفكير. يا جماعة التفكير ما هي شغلة معيبة، التفكير ما هي شغلة محرمة، التفكير هو يعكس شخصيتنا في هالحياة، بيعكس إنسانيتنا، بيعكس ضميرنا. الإنسان المفكر يعني دائما حياته أسعد وأفضل وأسهل وأريح من الإنسان الذي لا يستعمل عقله ولا يفكر. يعني شغلة معروفة هي قدامنا، يعني مثل ما بقولوا حضارة نشوف الإنسان البريطاني، خلينا نقول الإنسان الهولندي، الإنسان السويدي، كيف عايش بحياة سهلة، حياة كريمة، حياة مهذبة، حياة نظيفة، أكله نظيف، لبسه نظيف، شوارعه نظيفة، فقط لأنه استعمل عقله وصار يفكر، يعني بدون ما يعني الأشياء الغيبيات هي. تفضل يا أختي. طبعا، وكمان يعني اعتمد انه انت لو عشت كانسان، يعني حتى لو كنت انسان مؤمن، لو عشت بطريقه يعني بتتقبل الاخر ومتسامحه، يعني هذا اهم شيء ممكن تعمله بحياتك. يعني اذا في رب يعني ظالم لهالدرجه انه ممكن يعاقبك لانك عشت بسعاده وبحريه. يعني هو للاسف يعني رب الإسلام يكره الفرحين، يعني طبعاً الفرحين يعني للأسف الشديد رب الإسلام يعني هادي إلى أبعد الحدود، التي يعني خليك ما يتمنى لك السعادة، ما يتمنى لك غير التعاسة. شيء مؤسف يعني. وبنتمنى من أصدقائنا يعني المسلمين، خلينا نقول يا جماعة أنتوا أهلنا بالنهاية، وبقتوا وانقبيتوا وانتوا أهالينا، يعني نحن أنا والدي والدتي مسلمين، أخوتي مسلمين، جيراني، ناسي، أصدقائي كلهم مسلمين، اللي كانوا مسلمين واللي ألحدوا، فكروا ابدأوا بالتفكير، لأن وضعنا التعيس هذا هو سبب الدين. نحن كل شيء عن الدين. يا جماعة فكروا، خلونا نفكر، نبدأ بالتفكير ونبدأ بالقراءة. بكفي قراءات بطيخ هذا أبو حريرة وأبو مريرة هالأشكال هي التافهة للأسف. يعني خلونا نقرأ فيزياء، كيمياء، نقرأ علوم قبل. شو رأيك بالقراءة إيمان؟
لا طبعا القراءة كثير مهمة. يعني أنا كنت بحس إنه لما كنت بالدول العربية أنا كنت تقريبا عايشة بالمكتبة تبع المدرسة يعني، والكتب عليها غبار وما حدا بيقراها، وكنت طفلة شوي وحدانية يعني. بس هذا الشيء ساعدني يعني كإنسانة يعني إنه أتعرف أكثر على الأفكار الثانية. ويعني الواحد لازم يقرأ، وحتى لو ما بتقرأ استمع، يعني استمع لفيديوهات، اقرا مقالات، يعني حتى لو ما بتحب الكتب الطويلة العريضة اقرا مقالات. يعني فيك تعمل شغلات كتير، يعني مو غصب انك تقعد تقرا يعني كتاب من جلدة لجلدة يعني. وكمان اتبع ضميرك، هذا اهم شيء. بالضبط بالضبط. وانا على طول بقول يعني المعلومه ما شرط تكون من الكتاب، يعني المعلومه هي معلومه، يعني اذا اجت من وثائقيه هي اسهل الشيء حاليا، الوثائقيات ومتوفره بشكل عجيب اليوتيوب، يعني الوثائقيات اظن ممكن تحل مشكله بالنسبه للذي غير متعود على القراءه خلينا نقول. طيب نحن وصلنا لاخر الحلقه، انا بتشكرك كثير على حضورك وعلى قبولك دعوتنا، وبتمنى طبعا بالقريب العاجل اعمل معك لقاء وبصورتك يعني بدون، طبعا وانا بتمنى تحل المشاكل الخاصه فيك طبعا، وهذا حقك الطبيعي هذا، مثل ما بقولوا نعمل لقاء صوت وصوره. وانا بشجع كل اصدقائي الملحدين، يعني اهلا وسهلا فيكم في اي وقت راسلوني، وممكن أسجل مع أي شخص يريد إنه يجهر إلحاده، إن كان بصوت وصورة ولا صوت فقط، يعني ما عندي أي مشكلة نساوي المقابلات هاي. شكرا جان، شكرا لك إيمان، شكرا كثير، خليكي على الخط إيمان، شكرا على المجهود، خليكي على الخط. شكرا لكم أصدقائي الأعزاء، إلى اللقاء في حلقة قادمة، إلى اللقاء.